بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرتي أسرة هنتر بيت الطيور الكناري والحسون. أخوتي الكرام، طبعا اليوم طلعت عليكم هذا الفيديو بدي أحكي عن شغلة مهمة وأتلاحظها كثير بين المربين وعلى قنوات اليوتيوب، هي استخدامات لدواء الفلاجين واستخدامات لدواء الباكتريم وللأدوية البشرية بشكل عام. في بداية الحديث، لما كنت أنا مربي بداية تربيتي للطيور استخدمت هاي الأدوية، طبعا عن غير علم أو دراية. يعني أصور بطن بعرق أزرق، أو صور بطن منفوخ، أو صور أي شيء لعلاج أمراض معوية مباشرة لأصدقاء الموجودين كانوا في المجموعات اللي كنت مشترك أنا فيها. هذا يقلي فلاجين، هذا يقلي باكتين، هذا يقلي كذا، هذا يقلي كذا، وأنا أستخدم هاي العلاجات. ما شاء الله، يعني العلاج يكون بسرعة مذهلة. يعني بتطول أنا مثلا 6 أيام أو 7 أيام، اليوم الثالث أو الرابع تشوف العرق الأزرق اختفى، أو الالتفاف في الأمعاء اختفى، أو الالتهاب في الأمعاء اختفى. ولكن لما أنت تقرأ النشرة الطبية تبع هذا الفلاجين أو تبع الباكتين، هلا بحكي وش هالفلاجين. بالنسبة للفلاجين، هو عبارة عن مطهر معوي، مطهر معوي للأطفال، يحتوي على نسبة من مادة الأنتيبيوتيك، تحتوي على نسبة من مادة الأنتيبيوتيك. هاي المادة الأنتيبيوتيك لما تدخل على جسم الطير شو بتسوي؟ تطرد البكتيريا النافعة والضارة من جسم الطير. هاي المرتبة الأولى، وإلى أيضا آثار أخرى غير هاي الموضوع، طرد البكتيريا الموجودة في جسم الطير. طيب أنا بدل ما أعزز من مناعة الطير وأعطيه بكتيريا نافعة تساعده على القضاء على المرض الموجود في جسم الطير. طبعا هلا أنا راح أحط لكم فيديو للطير، هلا راح أحط لكم إياه فيديو للطير. هو مريض بعدة أمراض، مرض الأمعاء ومرض التهاب القانصة، وعنده كذا مشكلة هذا الطير. هلا راح أحط الفيديو، وأعطينا علاج بمادة طبيعية، سبحان الله اختفى المرض كلياته باليوم الثاني او الثالث. طبعا صاحب الفيديو بجوز عم يحكي كان بالفيديو. على كل حال رح يكون يا قبل العلاج وبعد العلاج. شغله ثانيه اخوتي الكرام، هلا باخر الفيديو رح يكون يعني قبل العلاج وبعد العلاج مشان ما يصير تقطع بالفيديو. شغله ثانيه، الاعراض السلبيه اللي عم ناخذها من الفلاجين او الباكتيريا، اول شغله نحن طردنا البكتيريا النافعة. هون صار عندنا نحن شيء جديد، هو لغينا مناعة الطير. يعني الطير في حال تعرض لنزلة هواء تلاقيه مرض الطير. عرق الأزرق ما بيفارقه، يعني بالشهر عندك مرة أو مرتين مرض بالعرق الأزرق. هاي أكيد 100%. شغلة ثانية يا إخوتي الكرام، لما أنت بتجي على مرحلة التجهيز، بيقول لك إيه لازم تطهر طيرك بالفلاجين. لما بتجي أنت على مرحلة التجهيز أخي، اغلب الكورة اللي تكون اخذ فلاجين من قبل، ما في بصري، اغلب الكور اللي اخذ فلاجين او مواد طبيعيه او مواد بيطريه بشريه من قبل ما في بصري. بيقول لك والله هاي اللي اجت مستورده ما في بصري، عبي الاوروبيين عم يضربوها ابر مشان يصير ما في بصري. لا الاوروبي عم يضربوها ابر ولا شيء. نحن لما بتجي لعنا لهون أتوقع بإيدين مربيين ما بيفهموا شيء بعلم الطيور، أو شخص جديد على الموضوع مثل أنا، يعني أنا أحد الأشخاص هيك، يعني عانيت من المشكلة هاي. الطيور عندي تجهز وناس تلف وتكورك بك الأناتي وتشوف هالشيء، هذا بوش فاضي. شو السبب؟ السبب كسرة الأدوية واستخدام العقاقير واستخدام المواد الكيماوية للطائر. أخي الكريم، المواد الطبيعية رب العالمين خلقنا إياها، ونحسن نستخدمها بكل سلاسة وبكل يعني استخدمها أنت بدون أي آثار جانبية خالص. يعني عندك أنت مشكلة بعدم تخصيب البيض، برضه نزلت فيديو عن الموضوع هذا، فيك تشوف الفيديو أخي وتاخذ منه الفايدة. الزنجبيل رافع مناعة، معزز الحيوانات المنوية عند الذكور، يرفع من نسبة هرمون الذكورة عند الذكور. طبيعي الخرنوب
يضاهي الفري فيت الطبيعي، يضاهي الفري فيت الكيماوي المصنع الخرنوق، مادة الخرنوق أيضا في فيديو بالوصف أو في فيديو على القناة موجود عن موضوع اللهم صل على سيدنا محمد الخرنوق الهرب البرية. في عنا كثير أمور تطهير طبيعي، هلأ بدي أجيب عن موضوع تطهير طبيعي، بيقول لك فلاجي لازم تعمله تطهير طبيعي. تطهير طبيعي أحسن وأفضل مضاد حيوي ويحتوي على نسبة أنتيبيوتيك طبيعية 100%. التوم، توم البصل، هدول التنتين فيك تستخدمين لتطهير طبيعي عند البذور. شغلة ثانية أخوة الكرام، موضوع البكتيريا، موضوع البكتيريا في نسبة أنتيبيوتيك عالي كثير، عالي كثير. العرق الأزرق أو انتفاخ الأمعاء أو التهاب الأمعاء بيومين بيروح، بيومين ما بيضل. ولكن أخوة الكرام مثل ما حكيت له آثار سلبية، هذا المربي ما بيعرفه، المربي الجديد جاي على حياة طيور جديد ما رح يعرف أنه والله أنا أقدم منتوج علاجي بشري للطير، لإنسان وزنه 15 كيلو أو 20 كيلو أو طفل وزنه كيليين، عبشيله وعبحطه لعصفور وزنه 30 أو 20 غرام. هذا الأمر ما بيعرفه، بيعرف أنه الخبير أو المربي أو الأستاذ أو أي شخص ثاني قال لي حط كذا. أخوة الكرام، الطبيعي بيضل أفضل بكثير من العلاج الكيماوي، وبتمنى منكم تاخذوا أي فائدة. هلأ أنا حكيت بشكل عام، كوني هلأ لاحظت كذا فيديو على اليوتيوب عاد يحكي واحد طالع لي عامل لي هيك الفلاجين بده يطير الدنيا وبده يعالج هاي الأمر. طبعا علقت له على الفيديو، طبعا نحن بنحاول قدر الإمكان نوصلكم لنتيجة ترضوا فيها عطيوركم مو علينا، عطيوركم. نحن عم نقدمكم شيء عن طريق التجربة، يعني نحن جربنا وشفنا وهلق عم نعطيكم إياه على طبق من ذهب. ليش؟ مشان تعمل فائدة على الجميع، ما نكون محتكرين شيء. شغلة ثانية أخوة الكرام، الأدوية البيطرية. هلا بقول يلا يا أبو النصر أنت عم تعطينا أدوية هاي البشرية مزبوط، بتروح وبتضرب وبتضرب مزبوط. طيب الأدوية البيطرية، الأدوية البيطرية أنا بالنسبة لي وموجود هون في تركيا، الأدوية البيطرية كلها ماي، لا المي فيها إفادة أكثر منها. من كم يوم كنت عند الصاحب لقلي وقاعد عنده، جبني دواء محفز جنسي بيطري مخطوط بعلبي مكتوب عليه محفز جنسي للطيور، مقوي عام، مضاد التهاب، مضاد ما بعرف شو يعني، مو 3 بواحد، 15 بواحد. طبعا لما شفت العلبي دهنت على ايدي، طلعت زيت حبة البركة، زيت حبة البركة. طبعا المنتج ما راح نجيب اسمه، ما فينا داعي نحكي مشهر. يعني اخوة الكرام اللي عم يستخدموه هني نحن نسيانينه. بتمنى منكم تكون وصلتكم الفكرة وطبقوها وتستفيدوا منها لكم ولطيوركم. وبتمنى منك اخي الكريم اذا كنت مشاهد للقناة لأول مرة الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك حتى نستمر، ومشاركة هذا الفيديو بتعمل فائدة على الجميع. يا شباب لما عم قلكم شاركوا هذا الفيديو، ما بدو مشتركين، لا تجيبوا لي مشتركين، وحتى اكتب شارك هذا الفيديو، يعني شاركوا على المجموعات واكتب هذا الشخص لا يحتاج الى مشتركين، انا فقط عشان اعمل فائدة على الجميع. انا بحاول انشر ولكن الفيسبوك له ميزان معين ما بيخلينا نتجاوزه، حد معين ما بيخلينا نتجاوزه. وهلا راح اترككم مع الفيديوهات اللي انا حكيت لكم عنها وطريقة العلاج كيف اعالجها. طبعا بعد ما نزل الفيديو هذا، هلا راح احكيكم عن طريقة العلاج ونزل الفيديو هذا، علاج جميع الامراض المعوية، جميع الامراض المعوية عند طيور الكناري، الحسون، الباجي، الروز، الكوكتيل، الببغاء، اي نوع طير اخر امراضه، امراض الجسم والجهاز الهضمي تبع الطيور بشكل عام. واحد، تعطيه يومين متتاليين بكتيريا نافعة حتى تقوم بتعزيز البكتيريا النافعة المتواجدة في بطن الطائر. واحد، تقديم يومين متتاليين بكتيريا نافعة، البكتيريا النافعة موجودة بطاطا الحلوة. واحد، اثنين، موجودة في ماء اللبن، ماء اللبن المصل اللي بيطلع فوق المي تبع اللبن، تاخذ هاي المي تحطها المشربية نص بنص، تقدمه يومين، يومين هاي بكتيريا نافعة خلصنا منها. اثنين، طبعا اذا ما كل بيت موجود اللبن، البكتيريا النافعه موجوده بكل بيت، ما يكون عم يجيب لكم شيء من المريخ. اثنين، تقدم عصير الجزر المضاف اليه الحلبي، عصير الجزر المضاف اليه الحلبي، تعصر جزرتين او 3 جزرات وتاخذ المي منها
بتحطهم بقلب المشربية. إذا أجت المشربية فيها فلنفترض كمية هيك مثلا عصير الجزر بتكفيها أنت مي، وبتضيف فوقها 4 أو 5 حبات حلبي قلب المشربية. قلب المشربية لما بتضيف 4-5 حبات حلبي تطبق المشربية وبتعطش الطير لمدة 3 ساعات، وبعدين بتقدم إياه تبليك 24 ساعة. باليوم الرابع، باليوم الرابع راح تشوف النتيجة المذهلة، النتيجة المذهلة. طبعا هلا راح اترككم انا مع الفيديوهات، راح اترككم انا هلا مع الفيديوهات اللي نشرتها او اللي لطائر مريض وعالجناه على مجموعة الواتساب، مجموعتنا على الواتساب. اي سؤال او استفسار مجموعتنا على الواتساب، الرابط تبعها بالوصف تحت، ومجموعتنا على الفيسبوك الرابط بالوصف تحت. والى هذا القدر بكون اكتفيت، وان شاء الله تكونوا استفدتوا واخذتوا الفائدة المرجوة. وشغلة تانية كمان اخوتي الكرام، طبعا بعد ما اقدم عصير الجزر، عصير الجزر المضاف اليه الحلبي لمدة 2 يوم، بتتابع معه بتضيف عصير الجزر المضاف اليه سنتوم بالمشربية. عصير جزر تفعل سنتوم وتضيفه بالمشربية، بتعطيها سنتوم مثل ما حكينا مشان تطهير المعدة، وبتعيد الحالي حتى بعد شفاء الطير، بتعيد الحالي بالاسبوع الثاني مدة 2 يوم حتى تضمن تطهير كامل لأمعاء الطير. برجع بتأكد شباب لأي سؤال أو أي استفسار أو أي شيء بدكم إياه، أما تتركوا لي بالتعليقات تحت وأنا بحاول أجيب عليه، أو رابط مجموعتنا على الواتساب موجود فيك تنضم إليه. طبعا إذا كانت المجموعة متاحة لك إنك تنضم إليه 100 أهل وسهلا فيك تكون، ما كان في لك متاح رابط مجموعتنا على الفيسبوك كمان كذلك أمر موجود فيك تنضم إليه. ما أحسنت تروح في تنضم لأنه عن طريق التعليقات الموجودة في على قناة اليوتيوب. برجع بأكيد أخي المشترك وأخي المشاهد، إذا كنت متابع لهذه القناة لأول مرة فيك تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. أنا يا شباب أتمنى تأخذوا، ما بدي منكم شيء، تأخذوا علم، تأخذوا علم، لأنه نحن جربنا وعم نجرب والحمد لله عم نلاقي شغلات مذهلة. وأنا والله من قهري طلعت بهذا الفيديو بعد ما شفت هيك أشخاص تدعي الحرفية والتربية وبيقول لك فلاجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.